الرزيعه الاولى من غلام باتجاه اسلام سليماني. راس الحرب اليوم العائد من اصابه المنتخب الجزائري اللي يلعب اليوم بكل من الحارس ريتشارد شيبوا. الكره ممتازه من ياسين ابراهيمي، ممتازه من ياسين، ترجع له ياسين، جول با 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 جول، عال بهذا الجول يا ياسين، ممتاز، جول، انت فنان وساحر يا ياسين، انت فنان وساحر، لم تتركنا نتنفس، لم نبدأ المباراة فبدأتها بهدف من أروع ما يكون. الدقيقة الأولى ياسين إبراهيم يفتح مجال التسجيل بهدف عالمي ورائع وجميل. جول يا ياسين، جول يا ياسين في منتهى الروعة. هدف رائع، ثنائية بين ياسين وإسلام. خدوات نعطي لك، رجع لي، رجعها لياسين. بوم، حط الكرة في الزاوية التي لا تصد ولا ترد. ياسين إبراهيم يهز الشباك في الدقيقة الأولى من عمر المباراة. يا سلام عليك ياسين، أول أهداف المباراة وثالث أهداف ياسين مع المنتخب الجزائري. في ظروف مثل هذه يا نبيل أمام منتخب مندفع كثيرا، نفضل أنه لا تمسك الكرة كثيرا. سفيان فغولي عنده الكرة، هي ممتازة لرياضة، عليك ان تقلق كثيرا لان الهدف كان سياتي، كان سياتي لا محاله يا رياض. هدفا مقابل صفر، هدف في الدقيقه الاولى وهدف ثاني في الدقيقه الاخيره. رياض يستلم باليسرى ويسدد باليمنى، الثنائيه للخضر، يا لك من سفيان هذه التمريره الرائعه. رياض باليمنى يثبت سجل وباليسرى يمرر ويراوغ ويستلم ويراقب. هدف ثاني للمنتخب الجزائري في اللحظات الاخيره من عمر الشوط. يا رياض، يا رياض، هدفك الاول في تاريخ مشاركاتك مع المنتخب الجزائري، وانت جئت من نادي لايستر في الدرجه الثانيه العام الماضي في الدوري الانجليزي، شاركت اساسي. يرجع للخلف، قدرات هائله جدا عند اللاعبين الجزائريين في الاحتفاظ بالكره. هائله لاسلام، يوقف الكره بصدره، اسلام احتفظ بالكره، اسلام يتوغل، يلعب الهلال في اسلام، هائله مباشره لرياض محرز، رياض محرز لبها سفيان، جول في 28 مباراة مع المنتخب. يا لها من لعبة ويا لها من توزيعة من رياض. فوق راس اسلام، استلمها بصدره في المرة الأولى، دخل ياسين، فضل من هناك رياض محرز، وصلت رياض، حطها فوق راسك يا اسلام، حطيتها في الزاوية اليمنى بكل براعة ودقة وأناقة. الثلاثية من اسلام سليماني للخضر، 3-0 صارت النتيجة بعد 10 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة. أدقى النتيجة سجلها الخضر في عهد كريستيان كوركو بالراس. ارتقاءك رائع يا إسلام، رأسيتك أروع وهدف أروع من الرائع، الثالث للمنتخب الجزائري بعد 10 دقائق منذ انطلاقة الشوط الثاني. يا سلام عليكم يا شبان. ياسين إبراهيمي هو الذي يخرج حتى يحافظ عليه المدرب لأنه شاف التدخلات. اسمعوا التصفيقات على ياسين الآن.